مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم وكالعاده منورنا ومشرفينا دايما في بيتكم الاهلي. وسهره خاصه جدا للقمه 117. القمه 117 زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل كده ليها ظروف خاصه جدا، حصل تحديات في اول السنه وعقبات كتير للنادي الاهلي، لكن اتفقنا كلنا النادي الاهلي ما بيعرفش غير حاجه واحده بس، وهي طريق البطوله. مهما كان تحديات عقبات اي حاجه بقى، هو النادي الاهلي وجماهيره يعرفوا حاجه واحده بس، هي البطوله. وان شاء الله ان شاء الله تكون البطوله الدوري وافريقيا ان شاء الله يكونوا في الجزيره السنه دي باذن الله باذن الله. اتكلمنا عن القمه واهميتها، واتكلمنا عن لاسارتي والدور اللي عمله مع لعيبه النادي الاهلي، واتكلمنا عن الاجيال المختلفه في النادي الاهلي برضو، اتكلمنا ان هم ما يعرفوش اي حاجه غير البطوله، واتفقنا ان الاهلي بمن حضر، ودي مقوله فعلا قالها كل لعيبه الاهلي وقالها كل الجماهير الاهلاويه واثبتها ودونها التاريخ الاهلاوي. عموما عمرنا ما ننسى دور الجماهير، الجماهير الغفيره، الجماهير العريقه، الجماهير العظيمه، جماهير النادي الاهلي، وقد ايه هي بتساند النادي الاهلي كالعاده برضه، وقد ايه هم مع الحلوه والمره، والمره كمان قبل الحلوه مع النادي الاهلي، وكان ليها دور كبير جدا جدا حتى ولو ما بيحضروش الماتشات، لكن دايما صوتهم في ودان كل اللعيبه، واللعيبه بتعمل لهم الف حساب، وكلنا بنعمل للجماهير الف حساب، وكلنا في الاول وفي الاخر بعد رضا الله سبحانه وتعالى عايزين نرضي جماهيرنا الاهلاويه اللي يستاهلوا كل حاجه حلوه بصراحه. امبارح كانت صوره ولا اروع للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في بطوله افريقيا للسيدات الكره الطائره، وكالعاده سيدات الاهلي في الكره الطائره بيحلقوا دايما في اعلى السماء ببطولاتهم واسمائهم اللي بيخلدوها في التاريخ. كان جمهور ومشهد جميل جدا، تعالوا نتذكر الهتافات الجماهيريه الاهلاويه اللي امبارح ملأت الصاله المغطاه.